بعد سلسلة من امتحانات الثانوية العامة التي اشتكى منها الطلبة لصعوبتها وضيق الوقت المحدد لها. لأني الوقت كافي كان. كان علينا تاريخ الأردن كان سهل والوقت كان كافي يعني، والأسئلة أغلبها مباشرة. الوقت كان كافي والامتحان الحمد لله لطيف، وإن شاء الله كل الامتحانات زي هيك. كان امتحان كتير سهل، خلصنا بأول نص ساعة وضلينا نستنى حتى يخلص الوقت، وراجعنا أكثر من مرة، والحمد لله كانت الأسئلة يعني بتراعي الحمد لله الفروقات بين الطلاب وكله تمام. سهل سهل، لا خلصنا كمان تمام، يعني أنا خلصت على التمام وسهل، يعني زاد معي نص ساعة. جاء أخيرا ما يثلج صدورهم، الابتسامة ارتسمت على وجوه الطلبة مبتهجين بتقديمهم الجيد لامتحان تاريخ الأردن. أسئلته يعني ما فيها تواريخ، تواريخ ما أجت، وكانت مناسبة لجميع الطلاب يعني الحمد لله. والله الامتحان سهل، بس يعني الوقت اللي أخذناه بالدراسة يعني قليل، يعني أخذنا نحن يوم ونص، فانه يعني اللي دارس راح يعرف يحل، وهو كثير دقيق الامتحان. الوقت كان كثير منيح، الامتحان كان سهل والامور تمام، كان فيه يعني الحمد لله سهل مباشر الحمد لله. يبقى امل الطلبه ان تاخذ وزاره التربيه والتعليم بعين الاعتبار الظروف الصعبه التي رافقت طلاب الثانويه العامه خلال جائحه كورونا والتعليم عن بعد. اسامه بليبلي، الحقيقه الدوليه.